ليه ممتن لمين النهارده بعد مشواره الفني ده من البدايه؟ مين الناس اللي في دماغك انت حاسس انك ممتن ليهم؟ وانا يمكن قريت انه الفنان حميد الشاعري كان هو اللي قدمك طبعا وعلاقتكم مستمره ما شاء انا الله. ممتن لحميد الشاعري لان هو اللي قدمني للاستاذ فايز عزيز اللي هو لسه معايا لغايه النهارده، وحميد معايا وعلى يعني على علاقه بيه لغايه النهارده علاقه طيبه، والاستاذ سامح المنياوي محامي، والناس القريبين مني من بدايات لغايه النهارده معايا لغايه النهارده، يعني في ناس معايا من 35 أصحاب سنه المشوار اصحاب المشوار. إن شاء الله يعني مزيد من النجاح والتألق دايما. ربنا يخليك. احنا اتشرفنا بوجودك معانا النهارده في مهرجان العالمين، وانا اشكرك. مبسوطة وسعيدة اني كنت معاك من بداية يا اليوم خبر ابيض، ده ليا لآخره، الشرف. والحفلة فعلا كانت ممتعة ربنا يخليك. وأدخلت علينا البهجة والسرور كلنا في ربنا العالمين. يخليك. النجم الكبير حكيم، شكرا جزيلا على اشكرك، وجودك ربنا معانا يخليك يا النهارده. ست الكل.